يا مرحبا وسهلا مشاهدينا. ذوقيات التعامل مع أصحاب الهمم. طبعا موضوعنا اليوم عن التعامل مع أصحاب الهمم، واللي يعتبر من الأولويات اللي تسعى حكومة دولتنا الرشيدة لتحقيقه من خلال خلق بيئة آمنة لهم. لذا من الضروري البحث على طرق من شأنها تعزيز هالشيء ووجود دورات للموظفين للتعامل مع أصحاب الهمم وتسهل التعامل معهم. وللحديث أكثر عن هالموضوع نستضيف الأستاذة عاش البيرق، مستشارة في التدريب والتنمية البشرية. يا مرحبا وحياك الله. اهلا وسهلا، صباح السعاده، صباح كل شيء في ذوق. عاد انا متحمسه هوايد الفقره هذه، بما ان انا قلت للمشاهدين اني انا عضوه حتى في فريق الابتكار والمعرفه، انا بعد عضوه في الجهه الحكوميه الصديقه لاصحاب الهمم التابع لمؤسسه دبي للاعلام، فمهتمين وايد باصحاب الهمم والموضوع حلو، ذوقيات التعامل مع اصحاب الهمم. في البدايه اذا بنتكلم عن انواع الفئات المختلفه اللي تندرج تحت مسمى اصحاب الهمم. اولا اذا نتطرق لاصحاب الهمم اللي هم اشخاص ممكن طبيعه الحياه او مثلا ظروف الصحيه جعلت منهم يعني يعانون من عجز او قصور في اداء مهامهم الطبيعيه، لذلك ننادي بهم باصحاب الهمم. طبعا هذا من تحت مسمى قيادتنا الرشيده التي دائما تطلق المسميات التي تحفز وتشجع، فيها أمل تفاؤل. أيوة. إيجابية. طبعا أصحاب الهمم لهم فئات مختلفة، طبعا اللي هم عندهم ممكن قصور أو عجز من ناحية البصرية، السمعية، التعليمية، الحركية، حتى النفسية. كذلك هناك أصحاب الهمم الذين يعانون من أشياء ممكن تكون متلازمة، يعني جميع الأمور يعني أكثر من إعاقة أو قصور في نفس اللحظة. فتلاحظي هذه الفئة دائما تتلمس منا مثل ما قلتي أستاذة ميثا أن نتعامل معها بذوق. شو اللي خلاكم تفكرون بوضع برنامج لذوقيات التعامل مع أصحابكم؟ وين جتكم الفكرة؟ أولا أنا كشخص أمثل دولة الإمارات العربية المتحدة دائما وناشد برؤية قيادتنا والخطط الاستراتيجية التي دائما تضعها الدولة، ونلاحظ أن هي دائما تناشد بأن يكون جميع أفراد المجتمع يد واحدة. فكيف لا، ويعني أصحاب الهمم عنصر أساسي في المجتمع. أكيد. وطبعا لو نلاحظ يعني رؤية شيوخنا يعني منذ القدم، حتى الشيخ زايد رحمه الله، وطبعا الخلف الصالح الذي يتبعه في القيادة من الشيخ خليفة والآن الشيخ محمد بن زايد، وكذلك الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظهم الله جميعا، نلاحظ أن دائما رؤيتهم دائما تصب في الاهتمام بهذه الفئة. والدليل على ذلك أن احنا دائما السباقين حتى في المسميات الجميلة التي مثل ما قلتي تعطي الإيجابية، الأمل، التفاؤل. تلاحظي هاي الفئة عندما نقول أصحاب همم، إذا نحن نعطيهم إرادة عزيمة للتحدي والتغلب على الصعوبات التي تواجههم. وهم قد التحدي أكيد. لأن نحن فخورين بإنجازاتهم وتحقيقهم المراكز المتقدمة والأولى في مختلف المجالات. أكيد. إذا نتكلم بعد عن هالبرنامج، حابة أتعرف عليه أكثر، برنامج فن التعامل أو ذوقيات التعامل مع أصحاب الهمم، على شيء يتضمن؟ أنا تناولت هالموضوع مثل ما قلنا يعني حتى قبل ما ندخل في الحوار. هناك بعض المعوقات التي يواجهها أصحاب الهمم، اللي هي مثلا ممكن نظرة المجتمع لهم، أو مثلا عدم وجود بيئة آمنة، أو مثلا ممكن تكون رؤية بعض الناس لهم جعلت هذه الفئة غير مقبولة. فرأيت أن من الضروري أن ننشر وعي بكيفية التعامل مع هذه الفئة، أعطي لمسة لولي الأمر أن هذه الفئة تحتاج لدعم، لتوجيه، لمساعدة لكي تبرز ذاتها، لتكتشف مواهبها. فعملت على هذا البرنامج اللي فيه من خلال توضيح ما هم، من هم أصحاب الهمم، ما هي أنواع القصور أو العجز الذي ممكن يواجهوه، كيفية التعامل معهم، لأن لكل حالة من الحالات طريقة لابد أن أسلوب وطريقة. أيوة. معينة متبعة. ربما أنا كإنسان عادي ممكن لا أدرك أو لا يعني لا أتلمس هذه الطريقة، فأجرح هذه الشخصية أو أكون سبب في انطوائها عن المجتمع، أو مثلا الحالات النفسية اللي ممكن التوحد أو الانطواء اللي مثل اللي هي تواجه. كيف نحافظ على مشاعر هالفئة الحساسة نقدر نقول؟ كيف نحافظ على مشاعر؟ دائما ميثا لازم نحط ببالنا نقطة أساسية. إذا فقد هذا الإنسان شيء من ما منحه الله لنا كبشر، لابد أن ندرك أنه يملك أشياء كثيرة.
فأنا أراعي في تصرفاتي في سلوكي في حركاتي أن هذا الإنسان يستحق. فإذا أتعامل معه كما أتعامل مع نفسي. إذا كنت أنا مع نفسي راضية فلا بد أن أكون راضي أيضا مع هذه الشخصية لأنها تستحق مني التحفيز، أن أعبر عن حبي احتوائي لها، فبالطريقة هذه أنا أكمل المجتمع وأعطي طاقة. أكيد الدولة طبعا مش مقصرة دائما بالقوانين والتوصيات. أكيد. وأهم شيء الدمج أكيد. أصحاب الهمم بين أفراد المجتمع، تأثير هذه القرارات على أصحاب الهمم. طبعا هذه القرارات دائما وفق رؤية رشيدة واستشارات دائما نلاحظ أثرها وثمارها بدأت تظهر في دولة الإمارات باعتبارها الدولة الأولى اللي دائما تتبنى هذه الأفكار. نلاحظ في المدارس بدأ أصحاب الهمم، في الوظائف الحكومية المحلية الخاصة، ونلاحظ أن كل شخصية من هالشخصيات برزت دورها وقيادتها وإنتاجيتها والمحافل والمراكز. وطبعا لو لاحظنا منذ قليل في العرض كان في فوز دائما يعني يحالف أصحاب الهمم وبجدارة، ونلاحظ أن هو دائما هذه الفئة تحاول أن تبرز أنني قادرة، أنا أقدر أيوة أنا أستطيع على مستوى الذي أعطيت من مسؤوليات، وهذا الشيء يجعلنا نحن يعني الناس الأسوية يعني في محط يعني نحن أقل، يعني هم أفضل. لازم نفكر في هالموضوع. أجل يعني هالموضوع يعني دائما يعطينا دافع، لابد أن نكون يد واحدة. لما نشوفهم نفتخر بإنجازاتهم. دائما يقولون أنا أقدر، أنا الله. أقدر أحقق الشيء، ها ما في كلمة مستحيل، وخاصة نحن في دولة تؤمن أن لا توجد كلمة مستحيل أكيد. وأن المستحيل أنك تعتقد أو تفكر أن في كلمة مستحيل أكيد. وخاصة في قاموس دولة الإمارات أكيد. إذا بتكلمينا عن البرامج اللي ركزتوا عليها بالنسبة للتعامل مع أصحاب الهمم. طبعا في البرنامج التدريبي كان يعني زاخر بأكثر من شريحة، وكان بعد من ضمنها أصحاب الهمم. كنا نتناول فيه كيف نتعامل مع كل نوع من الأنواع، يعني مثلا الإعاقات البصرية السمعية الحركية اللي هي التعليمية، ممكن كذلك كيف أنا أقدر أحتوي هالإنسان، كيف أنا أقدر أوصل لحوار مع هالإنسان لكن من غير ما أني أضايقه أو أخدشه أو مثلا أسبب له مثلا إحراج أو مضايقة. بالعكس كان البرنامج مجموعة من الأنشطة، في تفاعل، حسينا أن في بدأ يعني مثل ما كانت قيادتنا لها رؤية، بدأ شعب الإمارات يتلمس أن هذه الفئة أيوة طبقها ويصبح أيوة. حسيت في البرنامج ان الكلمة تلهف يعرف كيف انا ممكن اتعامل مع هذه، وكيف انا اكتشف مثلا نوع الاعاقة وكيف اكون داعم لها، مش مثلا محبط او عقبة تقف اتجاه هذه الفئة. الجميل في موضوعنا في البرنامج التدريبي ان الفئة نفسها اصحاب الهمم كانوا يفتخروا برؤية الدولة لهم، يعني جميل أهم دعم وأهم أيوة. احتواء أكيد الدولة بقوانينها أيوة. أكيد توجهاتها والنهج اللي تعتمده. أنا صراحة استمتعت وايد بهالحوار، شكرا لكم ويعطيكم العافية، وتمنياتنا لكم بالتوفيق يا رب. حبيبتي شكرا والله العافية.